بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مفاهيم لابد أن تصحح، ومن هذه المفاهيم التي يجب أن تصحح هو قضية احترام اختلاف أهل العلم. ومن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم زكاة الفطر، فقد اختلف أهل العلم إما عملا بالنص إخراجها طعاما، أو عملا بروح النص إخراجها نقدا، فيجوز إخراجها طعاما ويجوز إخراجها نقدا، وهذا أمر اتفقت عليه الأمة. فالأمة في قديم أيامها لم يكن لها هذه الحدة في هذا الاختلاف، فأوصلنا السفهاء إلى أن في هذه الأيام السب والشتم والتكفير والتفسيق والتبديع من أجل قضية فرعية من فروع الدين. فلا ينبغي أيها الشباب أن تشغلوا أنفسكم بهذا، لأن الأمر محسوم بين كبار العلماء. يا ناطح الجبل الأشم ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الحدة عن زكاة الفطر لم يتكلموا عن العدوان الغاشم الظالم الذي يعاني منه إخواننا في غزة، فأهل غزة يحجرون ويقتلون ويجوعون ويعطشون، وتقصف الطائرات منازلهم، وتقضي على البنية التحتية من مستشفيات ومدارس وكل ما له علاقة بحياة أهل غزة، فلا يتكلمون ويسكتون، بل رأيناهم ينصحون الأمة بامتثال ولي الأمر، بل ويكذبون. يكذبون، نعم والله يكذبون. فعندما يقول سليمان الرحيلي أن هذا الجهاد يحتاج إلى إذن ولي الأمر، فإنه يلبس على الأمة ويكذب على الأمة. لما كيف ذلك؟ فهو عندما يقول ولي الأمر، الجهاد ينقسم إلى قسمين، هناك جهاد الطلب، وجهاد الطلب هو عندما يكون للأمة ولي أمر فيأذن أو يأمر ولي الأمر جيشا بالتوجه لفتح البلدان، فهذا يسمى جهاد الدفع، وهذا لا يكون إلا بولي الأمر. أما جهاد الطلب فهو عندما يدخل العدو إلى أرضنا، فيجب على الجميع رجالا ونساء، شيوخا وصغارا، كل المجتمع يجب عليه الجهاد. وهذا ما فعله الجزائريون عندما دخل المستثمرون إليها. فقولهم الجهاد يحتاج إلى هذا الجهاد، الجهاد الفلسطيني يحتاج إلى إذن ولي المؤمنين، إلى أمر ولي، إلى إذن ولي الأمر، هذا أيها الأحبة في الله اعتراف صريح بأن فلسطين هي لليهود، وأن الأرض أرض اليهود. فهذه الدولة في زعمهم دولة قد أعطوا لها المواثيق وأعطوا لها العهود، ونحن نكذبكم ونحاربكم ونفضح هذه الديوثة وهذا الخبث الذي زرعتموه في الأمة. فينبغي أيها الشباب، هذه المسائل الفرعية الخلافية بين أهل العلم لا نتكلم فيها، لأنه تكلم فيها من هو أكبر منا وأعلم منا وأعظم منا، فلا يجوز لنا، ونحن صغار ليس لنا علم، بل كثير منهم ليس لهم أخلاق، فهم يسبون ويشتمون ويبدعون ويكفرون في مسائل الخلاف.
وإنما يجب علينا أن نهتم بالقضايا الكبرى للأمة، وأعظم قضية هي قضية فلسطين، قضية غزة، قضية المرابطين، قضية المقاومين. فأخرجوا لهم زكاة فطركم، وأخرجوا لهم، لا أقول الصدقات، أخرجوا لهم من حر أموالكم ومن أحب أموالكم إليكم، لأنهم في الرباط. فاللهم انصر أهل الرباط، وانصر أهل الجهاد، اللهم انصر أهل الأنفاق من أهل النفاق، اللهم انصر أهل الأنفاق من أهل النفاق، اللهم انصر أهل الأنفاق من أهل النفاق برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهناك إن شاء الله تبارك وتعالى مبشرات كثيرة تبشرنا بالنصر القريب لأهل الأنفاق على جميع أهل النفاق، أهل النفاق من يهود ونصارى الذين يدعون بحقوق الإنسان والحرية وغيرها، والمنافقون من العرب المطبعين والخاذلين الذين يبيعون الوهم للأمة. فاللهم انصر أهل غزة وكلهم معينا ونصيرا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.